نعم أخي، نبدأ أولا نبدأ من أول من حمص المحاصرة التي يوم تعرضت لقصف عنيف برجمات الصواريخ من الكلية الحربية، وأيضا تعرضت لقصف برشاشات ثقيلة من قلعة حمص الأثرية ومدفعية الدبابات، أيضا من برج الكاردينيا الذي يهدأ طيلة اليوم وهو يقوم برش رشاشات 12 ونص و23. أيضا ننتقل إلى حي الوار الذي ايضا اليوم كان من الايام العنيفه بالنسبه لهذا الحي، قصف متواصل على الحي، يدخل الحي يومه الأربعين من الحصار المطلق دون السماح بدخول اي مواد غذائيه او تموينيه للحي، يمنع دخول اي شيء الى الحي، حتى منع خروج دخول الموظفين الى هذا الحي، اصبح وضع جدا مأساوي في هذا الحي الكبير جدا الذي يسكن ما يقارب 400 الف بداخله. ننتقل ايضا الى ريف حمصي الذي ايضا يتعرض اليوم لقصف قصف كل من منطقه الرستن من الكويت الهندسي، وتعرض ايضا منطقه الحولي للقصف من حارس قرمص، ايضا منطقه التلخ وقلعه حصن تعرضت لقصف عنيف من قبل قوات النظام. نريد ان ننبه الى الوضع الانساني الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم في مدينه حمص وريفها، فالنظام يتبع سياسه اما الركوع او الجوع لمدينه حمص، فهو يحاول ان يكون فقط القصف على بدون محاولات الاقتحام، فقط قصف على جميع مناطق مدينه حمص وريفها والحصار بمنع دخول الطعام والمواد الغذائيه. حتى الهلال الاحمر نستطيع ان ناخذ منه توثيق، او الامم المتحده كالمنظمات الانسانيه الامم المتحده منع دخول المواد الغذائيه والحصص الغذائيه لاكثر من 400 ألف شخص في حي الوعر للشهر الثاني على التوالي، يعني وضع إنساني جدا مزري في حي الوعر بالتحديد. لم يسمح بإدخال المواد الغذائية أبدا، كنا نتوقع على ما قال النظام وقام بنشر أنه يقوم بإدخال المواد الغذائية إلى حي الوعر، هذا عام الصحة تماما لا يسمح بإدخال أي شيء، دخل منذ 3 أيام سيارة خضار واحدة لكامل هذا الحي الكبير، عندما دخلت السيارة وقفت، وعندما بدأ التنزيل لبيع المواد الغذائية بدأ القصف الهاوي على مكان وقوف السيارة مما أدى لشهيدين وعدد من الجرحى. النظام يتبع سياسة القتل بطريقة ممنهجة بطريقة إجرامية في جميع أحياء حمص وخاصة هذا الحي وهو حي الوعر. نعم، هي أبرز الأوضاع. أيضا أريد أن أنوه إلى الوضع. تفضل. الوضع الطبي بعد قصف مشفى الوليد في حي الوعر ايضا واستشهاد 8 من طاقم هذا المشفى، يمنع ادخال اي مواد طبيه الى جميع احياء مدينه حمص المحاصره مثل حي الوعر. الشاش حب وجع راس او هو الحب العادي الذي يتداول عند الجميع يمنع دخوله الى حي الوعر، اصبح كل شيء ممنوع ادخاله الى حي الوعر. المحروقات ممنوعة عن هذا الحي منذ أكثر من 8 أشهر. الكهرباء كل 12 أو 12 يوم تأتي يوم يأتي الكهرباء يوم ثم تنقطع إلى فترة لا معينة، جمعة 10 أيام دون معرفة الوقت. الوضع الإنساني جدا مساوي في مدينة حمص وريفها. نعم، شكرا لك أبو بسام، شكرا جزيلا. نأخذ